طبقنا اليوم هو حلوى التمر بالشوكولاتة. اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم نوع من الحلويات بالتمر والشوكولاتة، وطبعا المقادير هي حسب عدد الأفراد، فأنتوا تقررون الكمية اللي أنتوا راح تسووها حسب الرغبة. المكونات مثل ما تلاحظون حبيباتي هي تمر، وعندي هنا جوز الهند وسمسم، جوز، شوكولاتة بنية وشوكولاتة بيضاء. الخطوة الأولى هي راح أنظف التمر وأخلي الجوز بداخله. طبعا مثل ما هسه راح تشوفون، راح أخذ أول تمرة وأقطعها من الجانب، وراح أشيل العجوق اللي بداخلها، وأخذ جوزة وأقطعها وأخليها بداخل التمر بهاي الطريقة، وبعدين أسد التمرة وأخليها بالصحن. راح أسوي واحدة ثانية بعد حتى أراويكم الطريقة. إذا كنتوا دا تشاهدوني الأول مرة فدعموني بالاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على لايك، وإذا عندكم أي سؤال أو اقتراح اكتبوها كلها بالتعليقات وأنا إن شاء الله راح أجاوبها. طبعا هاي النوع من الحلويات سهلة كلش وبسيطة، ومكوناتها أيضا موجودة عندنا دائما، وكلنا نعرف الفوائد المتعددة للتمر وفوائد الجوز أيضا، بالإضافة طبعا إلى الطعم الرائع. راح أكمل الكمية اللي أحتاجها كلها بنفس الطريقة وأرجع لكم إن شاء الله. هسه بعد ما كملت تحضير التمر كله وحشيته بالجوز، راح أزينه بالشوكولاتة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا شوكولاتة بنية وشوكولاتة بيضاء، وعندي الشوكولاتة الغامقة، هاي راح استخدمها للتزيين. طبعا تقدرون تزينوا بجوز الهند او السمسم مثل ما ذكرنا سابقا، انتو حسب الرغبة. راح أسوي واحدة ثانية وأزينها بالسمسم. بنفس الطريقة راح هسه أسوي بالشوكولاتة البنية. راح أستمر بنفس الطريقة. هسه راح أراويكم طريقة ثانية بالتزيين فقط بالشوكولاتة بدون استخدام جوز الهند أو السمسم. مثل ما تلاحظون راح أزين التمرات الباقية بالشوكولاتة البيضاء.
طبعا مثل ما قلت لكم الطريقة اللي انتو تحبوها بالتزيين هذه ترجع لذوقكم الشخصي. هسا راح انتظرها شوية الى ان تجمد الشوكولاتة، وبعدين اخليها بهذه الاطباق الورقية وارجع لكم حتى اراويكم الشكل النهائي. مثل ما تلاحظون حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي لحلوى التمر والشوكولاتة. يا رب يكون طبق اليوم نال إعجابكم. لا تنسوني من صالح دعائكم، وألف عافية.